الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه، وأنه سائلكم عز وجل عن كل كبير وصغير وجليل وحقير. واعلموا أن الله تعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الله ويدلهم عليه ويرشدهم إلى مرضاته، يحثهم على توحيده وإخلاص الدين له، يرغبهم في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والعادات، يدلهم على كل خير ويحذرهم وينهاهم عن كل شر، فقابلوه بالعناد والاستكبار والأذية، وفعلوا به ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. عناد واستكبار وأذية وحرب شنوها عليه صلى الله عليه وسلم، ومنعوه أن يبلغ كلمة الله، يدعوهم إلى الله، فقاموا بشتمه وسبه والطعن فيه، وقدحوا فيه وكذبوه ورموه بالعظائم، وفعلوا في حقه الجرائم، وهو صابر محتسب يدعو إلى الله ويصبر على الأذى فيه. حذروا منه، أمروا بهجره، فعلوا به الأفاعيل، كل ذلك وهو صابر محتسب يدعو إلى الله، لا يبالي بهم ولا بكلامهم ولا بما فعلوه معه صلى الله عليه وسلم. ازداد عليه البلاء حين مات عمه أبو طالب، وكان يحميه وينصره ويدافع عنه، ثم بعد ذلك ازداد الأمر سوءا حين ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت تؤازره، وكانت تحمي جنابه، وكانت تدعمه، ولا يخفى أعمالها التي قامت بها في مؤازرته وفي حمايته صلى الله عليه وسلم. ضاقت به مكة بما رحبت بعد ذلك الأذى الذي ناله ونال أصحابه، فذهب إلى الطائف علّه أن يجد من يعينه ومن يحميه ليبلغ كلمة الله. فذهب إلى ثقيف وعرض عليهم الإسلام
ودعاهم إلى الملك العلام، فكان ردهم سيئاً قبيحاً شنيعاً، بل إنهم أغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، حتى هام على وجهه لا يدري أين يذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهو مكان بين مكة والطائف. فلما استفاق رفع رأسه فإذا سحابة تظله، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فإذا جبريل عليه السلام يقول له: السلام عليك يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ومرد عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك، وما شئت فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان، إن شئت أطبقت الجبلين عليهما فأهلكتهم لعنادهم وإصرارهم واستكبارهم وكفرهم. لكنه صلى الله عليه وسلم يحمل قلبا عظيما رحيما شفوقا لم يرضى بهذا، قال: بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ثم رجع إلى مكة ودخلها خائفا في جوار أحد المشركين، وهو المطعم ابن عدي. اشتد عليه الكرب وعظمت المحنة، وهكذا شأن الدعاة الصادقين إلى الله، ينالهم من قومهم ما ينالهم. فأراد الله جل وعلا أن يطمئن فؤاده وأن يسلي قلبه وأن يثبت جنانه، فجاءت قصة الإسراء والمعراج. جاءت هذه الرحلة العظيمة المباركة لتكون سلوى لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد تلك المعاناة والشدة واللأواء التي أصابته من قومه. والحديث في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن والمسانيد والمجامع وفي كتب أهل العلم بروايات متعددة، أختصر منها لكم رواية أذكر نفسي وإياكم بهذا الحدث العظيم لنعرف منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه ارتقى مكانا عليا لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. الحديث من رواية ابن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت مضجعا في الحطيم، وفي رواية في الحجر، والحجر هو الحطيم، فأتاني آت من ربي فشق نحري وأخرج قلبي، وجاء بطست من ذهب، إناء من ذهب ملئ إيمانا وحكمة، فغسل قلبي وملئ إيمانا وحكمة. ثم أخذني جبريل وكان معهما دابة، دابة يقال لها البراق. هذه الدابة فوق الحمار ودون البغل، أو دون البغل في الحجم، لكن هي آية من آيات الله، حتى قال العلماء سميت براقا من البرق. كانت تضع حافرها عند موضع بصرها، يعني موضع البصر هي الخطوة. فانطلق به جبريل على هذه الدابة وهي البراق إلى بيت المقدس، ووصل بيت المقدس
وصلى فيه ركعتين بأنبياء الله جميعا صلوا خلفه، ثم جاءه جبريل بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فأخذ إناء اللبن فقال له: هديت الفطرة. في بعض الروايات: لو أنك أخذت إناء الخمر وشربته لغوت أمتك، ولكنه هدي إلى الفطرة. ثم بعد ذلك عرج به جبريل إلى السماوات العلى. الله جل وعلا ذكر الإسراء ولم يذكر المعراج، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أي ليري الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من آياته الباهرة وقدرته القاهرة أن الله تعالى هو السميع البصير. عرج به جبريل إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل السماوات، لها أبواب، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أو أرسل إليه؟ وفي رواية: أبعث؟ قال: نعم قد بعث. قالوا: مرحبا بمن جاء. وفتح له باب السماء الأولى ودخل، ووجد في السماء الأولى أباه آدم عليه السلام، فقال جبريل: سلم على أبيك آدم. فسلم عليه وقال: آدم وعليك السلام، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعدا أو عرج به إلى السماء الثانية واستفتح كالأولى. قالوا: من؟ قال جبريل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أو أرسل إليه؟ قال: نعم قد أرسل إليه. فدخل السماء الثانية ووجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى ابن زكريا، ويحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام، فسلم عليهما وردا عليه السلام وقالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وفعل كالأولى ووجد فيها يوسف عليه السلام، قال: فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، نصف الحسن والجمال الذي جعله الله عز وجل في خلقه. سلم عليه فرد عليه يوسف: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة وفعل كالتي قبلها ووجد في السماء الرابعة إدريس عليه السلام، سلم عليه فرد عليه إدريس السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد وعرج به إلى السماء الخامسة ووجد في السماء الخامسة هارون عليه السلام، فسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به. ثم عرج به إلى السماء السادسة، وجد في السماء السادسة موسى عليه الصلاة والسلام، سلم عليه ورحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة وفعل كالتي قبلها، وجد في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ذلك عرج به إلى سدرة المنتهى، وقد جاء في سدرة المنتهى أنها آية باهرة، وأنها قد بلغت من الحسن والجمال ما لا يستطيع أحد من الخلق أن يصف حسنها وجمالها.
وبعد ذلك كلمه رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات وفرض عليه عبادة واحدة لم يفرض عبادة فوق السماوات السبع غيرها، ألا وهي الصلوات الخمس. والغريب أنه فرض عليه في اليوم والليلة 50 صلاة فقبلها صلى الله عليه وسلم ورضي بها ونزل من عند الله، وتجاوز إبراهيم في 7، ولما وصل السماء 6 لقيه موسى عليه السلام فقال له: ماذا افترض عليك ربك؟ قال: افترض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إني عالجت بني إسرائيل، وإني أعرف الناس، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله، أو فاسأله التخفيف، أن يخفف عنك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره فأشار إليه أن نعم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا وسأله التخفيف، في رواية أنه خفف عنه 5، وفي رواية أنه خفف 10. فرجع إلى موسى فسأله، قال: إنه خفف عني 5. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا وسأله التخفيف، وهكذا بقي بين الله عز وجل وبين موسى يتردد حتى فرض الله عليه 5 صلوات. موسى عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى وأن يسأل ربه التخفيف، حتى في 5 صلوات أمره أن يرجع وأن يسأل التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي. فنادى مناد: أني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، إنها 5 صلوات وهي 50 في الأجر، فكل صلاة كـ10 صلوات، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لسيما من لا يعرف قدر هذه الصلاة وشرفها. ونخص بالذكر من لا يصلي إلا الجمعة فليعد النظر، لأنه فوت أمرا عظيما، حتى قال العلماء إن المعراج الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو ترقي وعلو فرضت فيه الصلاة إشارة إلى أن في هذه الصلاة علوا ورقيا وإيمانا ويقينا لمن عرف قدرها وقيمتها. بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى فراشه في الصباح، جلس في الحجر كعادته، فجاءه أبو جهل وقال: ما لك يا محمد؟ قال: أسري بي إلى بيت المقدس، وبيت المقدس يصل الناس إليه في ذاك الزمان في 1 أو أكثر. قال له: وصلت إلى بيت المقدس ورجعت بيننا؟ قال: نعم. قال: وتخبر الناس بهذا؟ قال: نعم. فنادى أبو جهل الناس يريد أن يستمسك شيئا يسخر به ويستهزئ به، فنادى الناس فقال: إن محمدا يخبركم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع إلى بيته. فالناس تعجبوا، منهم من وضع يده على رأسه، ومنهم من أخذ يصفق، وهكذا منهم من كان مؤمنا فارتد لضعف إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم واثق بربه جل وعلا، صادق فيما قال، لا يتردد. فقالوا له: إننا نعرف بيت المقدس فأخبرنا عنه. فأخبرهم عن بيت المقدس وطلبوا منه أشياء معينة لها ارتباط بأبواب بيت المقدس
يقول: فكربت كربة شديدة ما كربت مثلها قط، لأنه لم يركز على الأبواب، فأكرمه الله جل وعلا بأن رفع له بيت المقدس يراه أمامه عيانا ويخبرهم به. فكان هذا الحدث حدثا عظيما جليلا، رفع الله عز وجل به قدر نبينا، وسلى به فؤاده، وثبت به المؤمنين. وكانت قصة باهرة فيها كثير من العبر والآيات والحكم، أترك ذكر بعضها وتفصيل مجملها في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد استنبط العلماء كثيرا من الحكم والآيات والعبر من هذا الحدث العظيم ومن تلك الرحلة المباركة في الإسراء والمعراج. من ذلك إثبات ما أجمع عليه علماء أهل السنة، أن الله جل وعلا فوق السماوات العلى، وأنه سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. فأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، وبعد السماء السابعة كلمه ربه جل وعلا، فهو ثابت من أدلة أهل السنة في تقرير هذا الأصل العظيم. من ذلك ما ذكره العلماء من الفوائد والآيات والعبر والنذر، أن الإيمان بالغيب أصل من أصول الإيمان، يرسخ في قلوب المؤمنين ولا يشكون فيه طرفة عين. فإذا جاء الخبر عن الصادق المصدوق أو عن الله جل وعلا، يقول المؤمنون: سمعنا وأطعنا وصدقنا. ومن ذلك أن الصديق رضي الله عنه إنما سمي الصديق بعد هذه الرحلة المباركة. جاءه المشركون قالوا له: أو ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع. قال لهم: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، وهو أنه يأتيه خبر السماء. فصدقه فازداد إيمانا وسمي الصديق. وهكذا المؤمنون يزدادون إيمانا إذا رأوا آيات الله أو قرأوا مثل هذه الأخبار والحقائق الربانية. من ذلك أيضا ومما يزيد المؤمنين إيمانا معرفتهم بقدر شأن الصلاة، وقد رأيتم أن الله جل وعلا فرضها فوق السماوات العلى، كل ذلك تنويها بفضلها وتذكيرا بشرفها وتنبيها على ركنيتها وعظمتها. فينبغي علينا أن نقدرها قدرها وأن نعرف قيمتها. ووالله إن كثيرا منا حرم من لذتها وأنسها. وأنتم لا يخفى عليكم أن في هذه الصلاة من الخشوع والأنس والصفاء والسرور والفرح والانشراح ما يعرفه أهله، وإن كان أكثر الناس قد غابت عنهم تلك المعاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة،
وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة يجد فيها راحته وسلوته وفرحه وسروره. إذا دخل فيها كان مع الله جل وعلا، فما أحوجنا إلى أن نعرف قدرها وأن نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بأن نتذوق حلاوتها، وألا تكون صلاتنا بدنا يقوم بها صاحبها. وأما القلب والروح فحدث ولا حرج، فهي في أودية الدنيا تسرح وتمرح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسراء والمعراج تثبيت من الله جل وعلا لنبيه حين اشتدت به الكروب وادلهمت به الفتن والمحن وضاق صدره، حين آذاه قومه وذموه حتى قالوا فيه أو عنه مذمما، ومع ذلك لم يبالي بهم وصبر على دعوته. وبهذا يتأسى أهل الحق والدعاة إلى الله بنبيهم، فيصبرون على أذى قومهم ويحتسبون الأذى عند الله جل وعلا، ولا يهمهم إلا رضا الله تعالى، يقولون الحق ولا يخشون فيه لومة لائم، ولا يبالون بأحد إلا أن يرضى الله تعالى، هكذا هم الصادقون. أما غيرهم فإنه يلتفت إلى الناس يريد إرضاءهم، يريد أن يلتفوا حوله وأن يتزاحموا على بيته وعلى كرسيه، وهكذا ينتصر الحق ويرتفع، والعاقبة للمتقين. وبقي أن أقول أمرا مهما، وهو أن الإسراء والمعراج قد اختلفت كلمة العلماء في تحديد موعده اختلافا كثيرا وعظيما، فمنهم من ذكر أنه في شوال، وقيل في رمضان، وقيل في المحرم، وقيل في ربيع، وليس هناك دليل يعتمد عليه في تحديد تأريخ الإسراء والمعراج. أضف إلى ذلك أيها المسلم المسدد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته بقدر هذه الآية الكبرى فإنه لم يخصها بشيء، فلم يثبت عنه ولم ينقل عنه مطلقا أنه خص الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج باحتفال أو اجتماع أو عمل مطلقا، لا هو ولا أصحابه. فما يفعله بعض الناس من الاحتفال بهذه المناسبة وإن حسنت نيتهم وصدق توجههم وأرادوا وجه الله، لكن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقدوتنا وأسوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ولم يحتفلوا ولم يحدثوا، فهم القوم لا يشقى والله من سلك سبيلهم واهتدى بهديهم وسار على منهاجهم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالاستقامة على دينه. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن تحيي قلوبنا وأن ترزقنا إيمانا صادقا وقلوبا خاشعة، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك موافقة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا وأن تصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماءنا. اللهم أحقن دماءنا وثبت أمننا. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضالنا وأن ترد الباغي والظالم منا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يعظم أمرك ويعظم نهيك
ويجل دينك ويقدم شريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الأهواء الشخصية والمصالح الدنيوية وغيرها من البلايا والرزايا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الطيبين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج همهم ونفس كربتهم وأزل محنتهم واحقن دماءهم وثبت أمنهم يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.